السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة وبرنامجكم بيت دعاء. برحب بالشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف، أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب استتر والصحة لينا جميعا يا رب. الله يخليك يا رب يحفظك. طيب احنا طبعا النهاردة حلقتنا المفتوحة ونبدأ على طول بأول تليفون معانا في الحلقة. نور، أهلا يا نور. أهلا أهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ تمام. معلش انا بس كنت عايز اسال الشيخ عن حاجه. اتفضلي يا نور. كنت عايزه ايه؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. وعلي صوتك بس يا نور. علي صوتك حبيبه قلبي وقولي سؤالك. يا رب يبارك لك باذن الله. اتفضلي يا نور، اتفضلي. بص حضرتك، انا متجوزه دلوقتي بقالي بتاع 4 سنين. 4 شهور؟ لا 4 سنين. 4 سنين، اكنهم 4 شهور. ماشي، مش مشكله. طيب المهم هو كان معايا في الاول ايه، كان بيضربني كل حاجه، كان بيضربني ايه. بصي يا نور احنا مش سامعينك يا حبيبتي، علي صوتك. اقول لحضرتك كان في الاول مثلا ايه، كان هو عشان في الاول كان كل شويه بيقعد يضربني وكده. يعني بدايه الجواز كان بيضربك؟ فاخر مره دي في رمضان والله ضربني ظلم، واسناني كلها وقعت، سنتين وقعوا خالص، ونص وسنه ثالثه النص بتاعها وقع خالص. كان ظلم يعني، كنا في رمضان كمان. تمام. وبصراحه هو مصروف، ما كانش عامل لي مصروف، يعني مصروف ان انا اعمل، ان انا كان يبقى معايا مصروف في ايدي، ده ما كانش بيعمله. فانا عملت حاجه غلط. عملت ايه بقى؟ عملت ان مثلا بابايا لسه متوفي بعد ما اتجوزت بسنه ولا بسنه بسنة، بعد ما اتجوزت بسنتين اتوفى. فماما طبعا ما كانتش بتاخد معاش لسه بتاع بابا وكده، فلما كانت بتيجي تشتكي لي ان انا معايا اخوها، كان اخويا انا كان تعبها شويه في الفلوس وكده، وكان كل شويه بياخد منها فلوس، فكان تعبها. فانا كان غصب عني، كان لما كانت بتيجي تشتكي لي كنت انا بتشتكي ان هي الفلوس وكده مقصره معايا، فانا غصب عني مثلا ايه كنت باخد منه فلوس من وراه، لان انا ما كانش معايا مثلا ان انا حاجه، يعني ما كانش معايا مصروف شخصي ليا ان انا اديها وكده، ان انا ما كانش معايا الكلام ده كله. ايوه تديها ليه؟ في نفس الوقت انا من الفلوس اللي انا خدتها، انا في نفس الوقت كان معايا ذهب بتاع خطوبتي بقيت ازوده. لا استنى بس، واحده عشان في حلقه كده انا انتهت من، يعني اختك كانت بتاخد من جوزها وبتديكي فلوس؟ لا العكس. لا انا كنت باخد من جوزي وكنت بدي لمامتي لو كانت محتاجه وكده. مامتها من ورا جوزك؟ وفي نفس الوقت، بس انا عشان ما كانش معايا مصروف، يعني انا معايا مصروف شخصي انا كنت هديها منه، بس انا ما كانش معايا الكلام ده كله. وانا قلت له في مره ان انا عايزه يبقى ليا مصروف شخصي، فقال لي ليه ومش ليه وكده. هو انت بتدوري على المصروف الشخصي الاول؟ مش بتدوري، انت بتقولي هو لا بياكلني ولا بيديني حاجه. لا هو بصراحه في البيت مش بخيل معايا خالص، يعني هو بتقولي ما بيصرفش عليا. ما بيصرفش عليكي معناها ايه؟ ان هو ما بيديهاش مصروف ليها، لكن بيصرف في البيت اكل وشرب وكده، صح؟ بصراحه اكل وشرب مش بخيل معايا خالص. فانا في نفس الوقت ان انا كنت باخد من امي، كنت بدي لامي، بس والله يعني ما اديتش لماما كتير، يعني انا ممكن اكون ما كملتش ال 2000 جنيه والله العظيم اديتهم لامي. غير كده الفلوس اللي انا كنت باخدها كنت انا ببقى محتاجه سرنجات، ببقى محتاجه مثلا طرح، حاجات زي كده، شنط كنت باخد مثلا كنت اجيب لنفسي. تمام. وكان معايا ذهب زودته، فهو دلوقتي اتزنق، يعني انا دلوقتي صرحت في كل حاجه اللي حصل معايا، هو دلوقتي اتزنق في الذهب دوت. يعني انا الذهب اللي انا كنت داخله بيه كان قليل، فاللي انا زودته من الفلوس اللي انا خدتها بيها خدتها من وراه، انا كملت الذهب. ولما هو دلوقتي خده مني كله امبارح، ان هو لما قال لي انا ما قلتلوش لا، اديته له كله. فانا بتكلم ان اللي انا خدته ده زودته مثلا نصفه في وقت هو كان. بصي يا نورة انت توهتينا شويه. نورة انت كان معاكي ذهب اللي اتجوزتي بيه؟ اللي هو بتاع خطوبتي، فبقيت ازوده، بقيت اتقله. فكنت ساعات بتاخدي من وراه وتزودي في الذهب ده، يعني تجيبي خاتم، تجيبي انسيال بتاعه. لما عرفت ان هو مزنوق في فلوس اديتيهم له كلهم، ما كانش معايا اي حاجه. طيب اديتيهم له كلهم. سؤالك ايه بقى؟ هو ما خده بقى مني. انا اديته له كله، هو ما قاليش حاجه. هو لما قلت له انا طرحته. ايوه انت سؤالك ايه؟ خلاص هو خد الذهب، عرفنا. انت سؤالك ايه؟ سؤالي انا عايز اعرف اللي انا عملته ده حلال ولا حرام، وايه الغلط، وان هو مثلا. طيب انا بقى اللي عندي سؤال. طب خلاص احنا كده عرفنا سؤالك. انا عندي سؤال، هو انت ليه ساكته بقالك 4 سنين ان هو بيضربك لحد لما ضربك الضرب الاخيره الجامده دي؟ والله العظيم يا استاذ
عايزه دعاء ما كانتش الضرب بس، يعني هقول لك على حاجه، انا عايزاكي بس تقولي له، هو قاعد جنبي، تقولي له لو المعايره ان هو بيعيرها لو بيعمل حاجه لاهلي بيعيرني كل مره بيضربني فيها. استني 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 معلش، لا لا بس ثانيه واحده، هو قاعد جنبك يعني هو عارف القصه بتاعتك دي؟ هو قاعد جنبي، انا على فكره انا اتصرفت بكل حاجه، وانا بقيت اقول يا رب. طب استني بقى عشان انت بتسهلي علينا الموضوع، اهدي. ايوه اهدي عشان احنا كده في حلقات انت ما بتقولهاش. هو عرف في اللي انت كنت بتاخدي من وراه وبتدي لاهلك، صح كده؟ ايوه انا لسه قايلاه. ايوه انا صرفت. ايوه دي واحده بس، دي واحده بس، وهو موافق وخلاص وسامحك وانتهت المساله، صح؟ طيب كويس. وهو قاعد جنبك دلوقتي وسمعنا على قضيه ان هو ضربك وكسر لك سنانك والسنه الثالثه، يعني صح كده؟ حضرتك ضربني من ثاني يوم الصباحيه، ضربني واحنا في طلعني اسكندريه، ضربني لحد ما اغمى عليا. بصي على طول كان بيضربني في رمضان ده، وقع لي سناني كلها، وكان ظلم والله العظيم، وهو قاعد وشايف ان هو كان ظلم. هو احنا ممكن نكلمه؟ ممكن نكلمه يا نورة؟ اتفضل. وكان بيشتمني بقى وبيشتم ابويا اللي متوفى. طب ممكن نكلمه بعد اذنك؟ قبل ما نكلمه، انت ليه سكتي يا نوره؟ سكت عشان خاطر انا بصراحه، انا يعني هو اكبر مني، هو اكبر مني مثلا ب 12 سنه وكده، بس انا اللي يعني بابا هو اللي حببني فيه، ان ابويا هو اللي خلاني اخده وكده. انت واحده، بصي يا نوره، انت دلوقتي بتتفرجي على تمثيليه في التلفزيون، لقيتي في بنت عروسه بتتجوز يوم فرحها وجابوا الفرح والزفه وكده، واول ما روحت البيت مع جوزها راح ضربها، انت هتقولي ايه وانت بتتفرجي على التمثيليه دي؟ هتقول ده راجل مفتري. هتقولي ايه؟ هتكلمي البنت تقولي لها ايه؟ كانك بتكلميها. هقول لحضرتك على حاجه بصراحه، انا هتقولي لها قومي اخلعي بجلدك وفلتي بنفسك واهربي وروحي لاهلك واتطلقي من اول يوم ده ما يتعاشرش، هتقولي كده ولا لا لو انت بتتفرجي على التمثيليه؟ صح، مش احنا ساعات واحنا بنتفرج على التلفزيون بنقعد نكلمهم يا بنتي؟ انا معاكي والله، معاكي في اللي انت بتقوليه ده، بس انا هقول لك على حاجه، انا عندي يعني عندي بابايا ما كانش جامد في ان هو ياخد حقنا وكده. طيب بصي يا نوره، انا بس معلش يعني خلينا نقول نعترف الاول، وجوزك جنبك واحنا عاوزين نكلمه، ان الضرب اصلا الزوجه بالطريقه اللي انت قلتيها دي ده حرام. كبيره من الكبائر، ده حرام شرعا، حرام شرعا، واخده بال حضرتك؟ ومن حق المراه ان هي حضرتك اهو. طيب ماشي، ادهول كلمه يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، نتعرف على حضرتك؟ ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. محمد. ازيك يا استاذ محمد؟ هل ينفع يا استاذ محمد معلش يعني خلينا، لو اختك انت ترضى عليها اللي انت عملته مع مراتك كده؟ لا ما يرضاش. لا طيب انا ما ارضيش، ماشي انا غلطان، بس هي في حاجات برضك ما قلتهاش. لا لا خلينا ناخد الموضوع من اوله، اول الخيط. هل ينفع ان انا دي دخلتي يوم الصباحيه اضربها فلغيت لما يغمى عليها فوديها المستشفى؟ لا ما ينفعش. لا طيب هل انا شايف ان ده من اللي انت عملته ده، انت كنت شايفه، معلش انا اسف يعني، ده من باب الرجوله مثلا اللي انت بتعمل الكلام ده، كسر لها ضلع عشان يطلع مش عارف ايه؟ هو الكلام ده كان بيتقال لك؟ نعم. هل الكلام ده كان بيتقال لك لازم تضربها عشان تعرف قيمتك والكلام ده؟ لا 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 والله. طيب السؤال الثالث، وارجو اللي انت تجاوبني بصراحه، ارجو اللي انت تجاوبني بصراحه. والله انا غلطان، انا ما بقولكش. لا لا ده انا عاوز السؤال الثالث، انت بتتعاطى حاجه او ليله الدخله تعاطيت حاجه؟ لا والله انا بلعب شيب وكده عادي، يعني مش اي حاجه خالص. يعني انت معترف ان ده غلط يا استاذ محمد؟ لا غلط، انا ما بقولكش مش غلط. يعني انا في اول الكلام عامه يعني ممكن برضك دي يعني مثلا ما حدش فوقني ليها مثلا، معلش حدش قال ان ده يعني ايه سنه الجواز مثلا، برضك انا مش مستوعب برضك اللي انا فيه عادي، يعني اللي هو ايه. ايوه مره او مرتين في الكلام ده، بس ببقى زعلان، مش اللي هو ان انا فرحان ان انا بضرب. طب انا هقول لك حاجه يا استاذ محمد، وكويس ان انت بتقول ان ما حدش علمنا وما حدش فهمنا، ماشي، بس انا عاوز اوصل لحضرتك صوره، هل انت ممكن انت ضربتها فيما بعد، يعني انت عرفت ان ده غلط، بعد ما عرفت هل ضربتها تاني؟ لما عرفت ان ده غلط ضربتها بعد كده؟ انا بصراحه يعني برضك في حاجات يا شيخ، ما احنا انا مش يعني الواحد مش ملاك، لمؤاخذه برضك انا بكلمك دي اللي انا شايفه يعني، وانت برضك ليك ان انت تقول غلط او صح. اتفضل. برضك هم برضك المعامله بتاعتهم بتنرفز برضك لدرجه ان هم يعني هم بيوصلوك لمرحله وحشه. اللي هي نوره، اللي هي مراتك. نعم. صح؟ اللي هي مراتك. ايوه ما انا عارف. اه
يعني معلش يا شيخ، انت برضك في الشارع بتتبهدل وشغال او ايا كان، المفروض ان انت بتطلع ما بيبقاش في ضغط عليك برضك في البيت. انا معاك انا معاك، بتطلع تلاقي ضغط برضك في البيت اكنك ما بتعملش حاجه، دي برضك انا معاك انا معاك يا استاذ محمد، بس انا هقول لحضرتك حاجه. والله مش حابب ان انا اطلع رجولتي، بس انا هقول لحضرتك يعني. هقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، احنا الاصل انا كراجل وربنا خلاني انا العصمه في ايدي انا، ليه؟ عشان الانسان هو اقدر على ان يملك نفسه، الراجل بالذات هو قادر ان هو، ست ممكن تتكلم وتشتم وبتاع غصب عنها لان هي دي طبيعتها، لكن الراجل قادر ان هو يتحكم في لسانه ويتحكم في عواطفه ويتحكم في ايده ويتحكم في رجله، انت عارف بقى والبنيات اللي أيوة. انا قادر ان انا اتحكم في ده. ليه زعلان يا شيخ؟ خلي بالك والله انا كويس اللي انت زعلان، كويس اللي انت زعلان، بس انا عاوز اوصل لحضرتك صوره ثانيه. انا عارف ان هي مش هتستحمل ضربي ولا هتستحمل الكلام دوت، هو مش راجل قدام، انا عارف، وانا مش بطلع قوتي في البيت ومثلا في الشارع لا، يعني فاهم، انا ما ببقاش عايز كده، انت كل الدنيا ضغوط في الشارع والكلام ده، عايز حد ان هو يقول لي ايه مالك، ايه الدنيا فيك، ايه الكلام ده، ما بلاقيش برضك ساعات يعني. طب بص يا استاذ محمد، انا بقى هسالك على حاجه، انا طبعا زعلانه منك، امورين، انا زعلانه منك عشان ما ينفعش الراجل يستقوى على ست ضعيفه، وعشان حاجه تانية كمان، ان هي لما مراتك تقول لك انا عايزه مصروف، يعني هي من حقها برضو تنزل تاكل حاجه نفسها فيها، تشتري طرحه نفسها فيها، تدي لاهلها، تطلع صدقه، شيء طبيعي، او سيبها تشتغل، هي ما بتشتغلش، انت اللي بتشتغل صح؟ انا اللي شغال وانا طيب، ربنا يقدرك كده ويرزقك برزقهم وتديها كده وتطبطب عليها برضو. هقول لك بعد اذنك، اتفضل. انا هقول لك بقى على حاجه بعد اذنك، بس هي ما قالتلكيش برضك، ما هو هم برضك كل واحد عايز يطلع نفسه ان هو طبعا كل واحد بيحكي من وجهه نظره. بس صح. انا في حاجات بقى معلش، يعني انا اعتبرين انا متجوزها ومتجوز بيتهم، يعني متجوز البيت عندهم برضك. اي حاجه ما بقصرش معاهم. يعني في مكان مثلا لما وظف الكلمه، في توك توك، في مثلا اختها الصغيره انا مشغلها حاططها في شغلانه وخلي بالي منها، اخوها دخل لموظف الكلمه المصحه دي 3-4 مرات أو 5 مرات، انهم انا اللي مدخله 3 مرات على حساب، انا على حساب شغلي وعلى حساب عيالي، والتوك توك دوت مثلا انا اللي بديره وبودي لهم الفلوس. انا بعرفك برضك الكلام دوت عشان انت توصلي لها ان انا، وبعدين لموظف الكلمه مش اللي هو انت بتعمل ايه، يعني انت فاهمه الدكتوره معايا؟ فاهمه يعني فاهمه، بعد يعني انا انت شايل العيله كلها. انت شايل العيله. هي تقول لي جاي جنب ايه؟ هي تقول لي كل حاجه وما يرضي الله ورحمه ابويا، زي ما بقول لك انا شايل العيله كلها وعلى قلبي زي العسل عشان خاطرها وعشان خاطر الراجل اللي اختارني ده. الله يرحمه، انا بعمل باللي انا عارفه وبعمل باللي هو ورهوني، او اللي هو مثلا اختار ثابت او اختار محمد عشان خاطر الحاجه زي دي. ربنا يكرمك ويقدرك على رزقك. كلام جميل يا استاذ محمد، بس خد مني النصيحه، ممكن تقبل مني النصيحه؟ لا بلها، لو مش هنقبلها ما كنتش كلمتك. ربنا يكرمك يا رب ويديم المحبه ما بينكم ويسعدكم يا رب العالمين. انا عاوز بس اوصل لحضرتك، خليك معايا بعد اذن حضرتك، اللي انا هقول لك الكلمتين دول. اول حاجه ان العلاقه الزواج هي علاقه تكامليه، مش معناها معاك كام وتساوي كام وخد وهات، لا، هي ما بتمشيش كده خالص. هي بتمشي ازاي؟ نستحمل بعض شويه، نصبر على بعض شويه، لو حد علّى الصوت فبعديها المره دي، بتغاضى بتغافل عشان الحياه تمشي يا استاذ محمد. لكن لما يكون انت غضبان غضب شديد جدا جدا جدا، انا هقول لك ادخل اوضه اقفل على نفسك وخليها هي تتكلم وتعلي صوتها، ومش هقول لها اخبط راسك في حيطه، وانت ادخل طلع نرفزتك في اي حاجه في الحيطه، اقعد كلم الحيطه كده زي العيل الصغير، انا اسف يعني، لما يتخبط كده فنقول له ايه، طب اهو بنضرب، اضرب الارض ليه؟ عشان تطلع الغضب، شحنه الغضب اللي موجوده عند الطفل ده نطلعها في اي كلام وعشان يهدى وبتاع. انت كده انزل انزل، استغفر ربك، ادخل خد حمام، دش، خد صلي، استغفر ربك، واخد بال حضرتك؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اني مش عاوزين يبقى العلاقه اللي هو عملت وانت عملت. ليه؟ لان هي كامراه هي انسان ضعيف، وسيدنا النبي وصى عليها يا استاذ محمد، لانك انت يوم القيامه لو ظلمتها، يوم القيامه اللي هيقف لك مش هي بس، ده اللي هيقف لك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فانت هتستحمل اللي انت تقف قدام سيدنا النبي عاتبك؟
محدش هيقدر ان هو يستحمل ده. فانت اكرمها عشان ربنا يكرمك ان شاء الله في الدنيا. وانا بوجه لنورة كذلك الامر، اكرمي جوزك عشان ربنا يكرمك ان شاء الله ويكرمكم. طب اللي فات ايه؟ اللي فات مات، نسامح بعض على اللي فات خلاص، ونبدا صفحه جديده. والصفحه جديده نقول بسم الله حب، بسم الله موده، بسم الله رحمه، بسم الله سكن، ونفتح صفحة جديدة. وربنا يديم عليكم الحب والمودة والرحمة يا رب العالمين، وإن الشيطان يذهب كده ويروح من بيتكم خالص إن شاء الله بإذن الله. وربنا يرزقك الرزق الحلال الطيب ويبارك لك فيه، ويبارك في صحتك، ويبارك في مراتك، ويبارك لها فيك، ويبارك لك فيها يا رب العالمين. آمين يا رب. ربنا يهدي الأحوال في بيتهم وفي كل البيوت يا رب. يا رب يا رب. معانا سامية، أهلا وسهلا. ألو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك استاذ دعاء؟ تمام يا حبيبتي. ازيك؟ ازي حضرتك يا شيخ احمد؟ الحمد لله، ربنا يحفظك. والله انا من زمان عايزه اتصل مع حضرتك ومش عارفه. تحت امرك يا فندم، ربنا يحفظك. انا عندي استفسار كده عن حاجه. اتفضلي يا فندم. انا كان عندي ابني تعبان شويه، وجاله يعني حسيت قولون وكده، فعلى ما عرفنا يعني واكتشفنا ان هي كنا بقى تعبنا، يعني كنا فاكرين حاجات تانية اوحش يعني. ايوه. ففي يوم وانا نايمه حلمت، كنت بقى بعيط لسه مش عارفه ابني عنده ايه يعني، فحلمت ان هو جنبي وجنبي جديين كده، هو هيقع من فوق سور، فالجديين دول نطوا مكانه، فانا شلته وقعدت نحمد ربنا. فانا قمت فسرت الحلم على ان انا ما عملتلهوش عقيقه، وان شاء الله اعمل له كده يعني، ويا رب تشفيهولي ان شاء الله. ان شاء الله. وايه، ونادرت ان انا اعمل اكل، اجيب يعني حد يطبخ واعمل اكل واكل الناس. ايوه. فانا جبت بجدين حاليا وكبار ويعني وحلوين، فانا عايزه اذبحهم، ينفع اوزعهم لحمه ولا زي ما انا نادرت؟ ايوه، يعني انت توزعيهم لحمه. انا هقول لك اجمعي بين الاثنين، اولا ربنا يشفيهولك ويعافيه يا رب، ويخليه وينبته نباتا حسنا يا رب العالمين. العقيقة خلاص عندك، اذبحيها، وزعي جزء منها، والجزء الثاني اطبخيه واكلي الناس، خلي الناس فرحة موجودة عندك في البيت، والناس تدخل عندك والقرايب والحبايب وبتاع، شوية فتة كده مع حتة لحمة بتاع مش عارف ايه، ويبقى اتمينا العقيقة، وانت عملتي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا يا رب يعني يشفيه ويعافيه ويخليه من أفضل الناس بإذن الله تعالى. امين يا رب. هو الاصل في العقيقه ان انا حد يسال يقول هو انا يعني اوزع ولا اطبخ، كل ده جائز باذن الله، ما فيش مشكله فيه يا استاذه دعاء. تمام. احنا معانا اخر تليفون، ام فريده. قولي سؤالك بسرعه. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. لو سمحت يا شيخ احمد، انا اللهم صل على النبي، انا يعني بحب اخلي ثاني على طول عطر بذكر الله، بس انا سبحان الله ربنا فتح عليا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. نوعي اعملي. انا بحس ان ده يعني بحس ان انا كده مقصره. لا مش مقصره ولا حاجه، بس نوعي الذكر بين التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، واكثري من اللي قلبك موجود فيه، يعني انت لقيتي قلبك مع الصلاه مع سيدنا النبي، كتري من ده بس، ما نضيعش بقيه الايه؟ بقيه الذكر، وكله جميل، ونسال الله ان يتقبل منا ومنك يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عليه الصلاه والسلام. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.